ثانيا عبر العمل على إنجاز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال لدولته وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها حتى لا تصبح هذه المأساة وصمة عار على جبين الإنسانية. وفي هذا اليوم الذي أقف فيه أمامكم يحيي شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده المختلفة في فلسطين والشتات، وكذلك أصدقاء شعبنا وأحرار العالم في العديد من العواصم والمدن هذه الذكرى المأساوية التي لا تزال تلقي بظلالها الحالكة علينا. ورغم ذلك فإن الرواية الفلسطينية المتعلقة بالنكبة والقضية الفلسطينية عموما بدأت تشق طريقها إلى وعي الشعوب والدول التي أخذت تكتشف زيف الرواية الإسرائيلية، وذلك بجهود أبناء شعبنا وبدعم ومساعدة الخيرين في هذا العالم. كما أود أن أبلغكم بأن نصبا تذكاريا وطنيا يخلد ذكرى النكبة ويعبر عنها يجري بناؤه في فلسطين ليصبح شاهدا على هذه المأساة الإنسانية جنبا إلى جنب مع مؤسسة للذاكرة الوطنية الفلسطينية، وقد أصدرنا قانونا فلسطينيا لإحياء ذكرى النكبة كل عام. إن النكبة أيتها السيدات والسادة لم تبدأ في العام 48، كما أنها لم تنتهي بعد هذا العام، فإسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال لا زالت تواصل احتلالها وعدوانها على الشعب الفلسطيني، ولا تزال تتنكر لهذه النكبة وترفض قرارات الشرعية الدولية القاضية بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم التي هجروا منها بالقوة وبالترهيب، ولا تزال تحتل أرض دولة فلسطين التي أقرتها جمعيتكم الموقرة وقبلتنا عضوا مراقبا فيها، ولا تزال تصادر أراضي فلسطينية وتبني المستعمرات اليهودية عليها، فضلا عن فرض نظام فصل عنصري أبارتايد على الفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67. لقد اتخذت هذه المنظمة الدولية عبر السنين مئات القرارات التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في وطنه. والحقيقة مجموع القرارات التي اتخذت من الجمعية العامة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان حوالي 1000 قرار منذ عام 47 إلى اليوم، لم ينفذ منها قرار واحد ولا واحد. ومنها القرار 181 للعام 1947 الذي يقضي بقيام دولة عربية للشعب الفلسطيني على مساحة 44% من أرض فلسطين التاريخية إلى جانب دولة إسرائيل،
وكذلك القرار 194 الذي يقضي بوجوب عودة اللاجئين إلى الفلسطينيين، وقد كان إلزام إسرائيل بتنفيذ هذين القرارين شرطاً هذا الزمان لقبول عضويتها في الأمم المتحدة. ولكن وللأسف الشديد فإن دولاً بعينها، كلنا بنعرفها حنذكرها بعدين، في هذه المنظمة عطلت عن قصد تنفيذ قراراتكم في ممارسة تجحف بالعدالة والأخلاق والقيم الإنسانية وتزيد في معاناة الشعب الفلسطيني وعذاباته. ولذلك فإننا نطالبكم اليوم رسمياً ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بإلزام إسرائيل باحترام قراراتكم هذه أو تعليق عضويتها في الأمم المتحدة، لا سيما وأنها لم تفي بالتزامات قبول عضويتها في منظمتكم الموقرة. هي التزمت بأن تعترف وتنفذ 194 لتصبح عضواً في الأمم المتحدة، وكتب موشي شريط وزير خارجيتها في ذلك الوقت رسالة رسمية بهذا الموضوع. إسرائيل لم تلبي ولم تفي بتعهداتها، ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن لا تلبي إسرائيل هذه القرارات. أنا أقول إما أن تلبي وإما أن لا تكون عضوة، وهذه هي قرارات أو هذه هي رسالة موشي شريط وزير خارجية إسرائيل في عام 48 إلى الأمم المتحدة، متعهداً بالتزام بتنفيذ 180 و124. أعطيكم إياه طبعاً. إن دولاً كبرى تعرفونها تماماً تقف اليوم مكتوفة الأيدي إزاء العدوان المتواصل على شعبنا، وترفض مساءلة إسرائيل على عدوانها واحتلالها للأرض الفلسطينية وبناء المستعمرات عليها، مش بتحتل بس تبني المستعمرات، وتدمير حل الدولتين وخرق الوضع التاريخي القانوني في الحرم القدس الشريف. لقد قبلت هذه الدول بأن تبقى دولة الاحتلال دولة فوق القانون، وأن توفر لها الحماية من أي مساءلة أو عقاب، لأنه في فيتو. فإلى متى يمكن أن يستمر هذا الحال؟ ومن الذي يعطل تنفيذ قرارات منظمتكم الموقرة؟ ولماذا هذه الازدواجية في المعايير؟ هنا شكل وهناك شكل، تعرف هنا يطبق ثاني يوم وعنا 70 سنة لا يطبق. أيها السيدات والسادة، إن بريطانيا والولايات المتحدة على وجه التحديد تتحملان مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني، فهما اللتان شاركتا في جعل شعبنا ضحية عندما قررتا إقامة وزرع كيان آخر في وطننا التاريخي.
وذلك لأهداف استعمارية خاصة بهما، وما كان لإسرائيل أن تمعن في عدوانها لولا الدعم الذي تتلقاه من هذه الدول. فالذي أصدر وعد بلفور هي الحكومة البريطانية، وبتنسيق لمن لا يعرف أرجو أن يعرف، مع بتنسيق كامل مع الأمم المتحدة، مع الولايات المتحدة عفوا، وقبلت هذه الدول بدون أي تمحيص الزعم القائل بأن فلسطين أرضا بلا شعب. سميت أرضا بلا شعب لأن تعطى لإسرائيل. والحقيقة أن هذه الدول، دول غربية، كانت تريد أن تتخلص من اليهود وأن تستفيد منهم في فلسطين، تضرب عصفورين بحجر. لقد وصف وعد بلفور المشؤوم أغلبية السكان أي العرب الفلسطينيين، وصفهم وعد بلفور بكتابة بالسكان غير اليهود، يعني الناس التانيين، دون أن يذكرهم بالاسم، ووعد بإعطائهم حقوقا مدنية ودينية، يعني بيقدر يتجوز ويطلق فقط، رغم أنهم كانوا يشكلون في ذلك الوقت 96% من مجموع عدد السكان في فلسطين. سماهم السكان غير اليهود وأعطاهم حقوق مدنية ودينية بس. وأنا أتساءل أين المنطق والعدالة في هذا الوعد؟ وما هو الأساس القانوني؟ الذي يستند إليه، وما هو حكم القانون الدولي في هذا؟ إنه في الحقيقة وعد، إنه في الحقيقة وعد من لا يملك لمن لا يستحق. بريطانيا بتدفع، بتقدم فلسطين لليهود، طب شو دخلك؟ أعطيهم جزيرة بريطانيا. وعد من لا يملك لمن لا يستحق. إن الدول الاستعمارية التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن النكبة يجب أن تتحمل مسؤولية تاريخية بالمقابل في إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته. ما دام ذبحتونا طيب ماشي الحال، تحملنا، بس أنقذونا بعد 75 سنة. أيها السيدات والسادة، إن أولى المزاعم الصهيونية الملفقة، الآن نتكلم شيئا عن الروايات، والأكثر شيوعا هي أن فلسطين كانت أرضا بلا شعب ويتوجب إعطاؤها لشعب بلا أرض. والحقيقة أن وطننا التاريخي فلسطين لم يكن يوما أرضا بلا شعب، حتى يعطى ظلما وعدوانا لمن زعموا أنهم شعب بلا أرض. فلقد عشنا نحن فيها الفلسطينيين آلاف السنين منذ أن عمرها أجدادنا العرب الكنعانيون قبل أكثر من 5000 عام، وهذا وارد في كل الكتب، حتى الكتب الدينية، حتى التوراة، ارجعوا له. وبنينا فيها حضارة إنسانية ولم ينقطع وجودنا فيها، ولم ينقطع وجودنا الخلاق الجماعي فيها يوما منذ أن عمرناها. كيف تكون فلسطين أرضا بلا شعب وهي التي كانت من أكثر مناطق الهلال الخصيب والمشرق العربي تحضرا؟ لا تأخذونه،
كنا أكثر تحضرا من غيرنا. تزخر بالحياة والتطور والثقافة والعمران. لقد كان في مدينة يافا وحدها على سبيل المثال عشرات المكتبات ودور النشر والصحف ودور السينما كانت موجودة. في الوقت الذي لم يكن يعرف هذا أماكن كثيرة في العالم كنا متحضرين وعايشين. طيب، وقد زعموا أيضا أن الفلسطينيين تركوا بلادهم عام 48 طواعية، والحق بحقيقة الأمر هي أن الفلسطينيين هبوا فعلا للدفاع عن وطنهم التاريخي وعن وجودهم عن أعلى أرضهم بالرغم من قلة الإمكانات المتوفرة لديهم والتي كانت تحرمهم منها بريطانيا. كانت بريطانيا إذا وجدت رصاصة في بيت تهدمه مثل ما تعمل إسرائيل هذا. نفس الشيء، تهدم بيت على رصاصة، بينما في الطرف الآخر كل شيء مهيئ. ولكن الدول الاستعمارية وبريطانيا تحديدا وفرت للصهاينة كل وسائل القوة لكي ينفذوا مشروعهم الاستعماري بقوة سلاح، بينما عاقبت كل فلسطيني حمل السلاح دفاعا عن نفسه وأرضه وحقوقه. وكلنا نذكر ما يسمى الفيلق اليهودي. الفيلق اليهودي الذي نظم في الحرب العالمية الثانية وحارب في صفوف الحلفاء، وعندما انتهت الحرب جابوا إلى فلسطين جاهزا مجهزا مدربا ليقاتل الفلسطينيين الحفاة العراة الذين ليس لديهم شيء، اسمه الفيلق اليهودي. وكانت نتيجة أن قامت دولة إسرائيل لترتكب أكثر من 50 مذبحة. ارتكبت إسرائيل في فلسطين أكثر من 50 مذبحة، من دير ياسين لقبية، لا 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 لا، لمذبحة هلأ بذكرني هي إسرائيل كتبت عنها. ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ولتدمر أكثر من 530 قرية فلسطينية. 530 قرية كانت موجودة في 48 الآن تروها مسح، ليست موجودة إطلاقا. وتشرد 957 ألف فلسطيني، وليس 200 ألف و 300 ألف كما يقولون، 950 ألف حسب إحصائيات الأمم المتحدة، وهو ما يشكل أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه. وهذه الإحصائيات، هذه الإحصائيات، وتواصل إسرائيل ترديد هذه المزاعم المرفقة رغم ما نشر من شواهد ووثائق سرية صهيونية تقر وتعترف بأن الفلسطينيين صمدوا وقاتلوا وقاوموا التهجير القسري. وآخر هذه الشواهد فيلم الطنطورة. فيلم الطنطورة، الطنطورة قرية جنوب حيفا. هذا الفيلم نشر أو صنع قبل أشهر. الذي كتبه إسرائيلي، والذي عمل السيناريو إسرائيلي، والذي أخرجه إسرائيلي، والذي صرف عليه إسرائيلي، اسمه، والذين مثلوا فيه الممثلون هم الذين ارتكبوا الجرائم في 48، لأنه كلهم أكثر من 90 سنة، أكثر من 90 سنة أعمارهم، وشهدوا بلسانهم كيف قتلوا وكيف ذبحوا وكيف عملوا مدافن جماعية في المدينة. والآن صحي ضميرهم وآن الأوان ليقولوا أنهم ارتكبوا هذه الجريمة. أظن الفيلم موجود عندكم قدامكم، إن شاء الله بتقروه بتشوفوه، فيلم حلو بنشاف يعني.
فيلم الطنطورة، وهو نموذج للمذابح التي ارتكبتها إسرائيل. في فلسطين، وتواصل إسرائيل ترديد هذه المزاعم المرفقة رغم ما نشر من شواهد ووثائق سرية صهيونية تقر وتعترف بأن الفلسطينيين صمدوا إلى آخره، وهذا هو فيلم الطنطورة. إسرائيل أيتها السيدات والسادة، وفوق كل ما ارتكبته وترتكبه من جرائم بحق شعبنا منذ النكبة وحتى اليوم، فإنها تنتهك أيضا حرمة المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية. لا فرق عندهم، كنيسة مسجد بدخلوا فيها، بيمنعوا صلاة فيها، بضربوا اللي رايحين عليها، ما في منع. المقابر المسيحية إسلامية لا حرمة لها، كما أنها تمنع الفلسطينيين من حقهم في حرية العبادة في المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف الذي هو حق حصري للمسلمين وحدهم. ولم تسلم المقابر الإسلامية والمسيحية من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، فضلا عما تقوم به من سلطات الاحتلال من حفريات غير قانونية تحت المسجد الأقصى من 30 سنة وتحفر لعلها تجد أثرا يثبت وجودها. لم تجد، مش شهادتي، شهادة المؤرخين ورجال الأثار الإسرائيليين، قالوا ما وجدنا شيء، ما وجدنا شيء، ما لنا شيء. ليش نكذب؟ حفروا تحت الأقصى، فوق الأقصى، وفي كل محل لم يجدوا شيئا. ولا بد من الإشارة إلى التقرير الصادر عن عصبة الأمم. طبعا عصبة الأمم هي الأمم المتحدة التي كانت قبل الحرب العالمية الثانية، منذ الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية كان شيء اسمه بدل الأمم المتحدة عصبة الأمم، نفس الشيء. عصبة الأمم في 36 كان في ثورة اسمها ثورة البراق، فقامت للتحقيق وأرسلت لجان للتحقيق من دول عدة، واتصلت بعديد من رجال الدين المسلمين واليهود، وأخرجت تقرير. وحيث أكد هذا التقرير بإقرار جميع الشهود بمن فيهم رجال دين يهود أن ملكية حائط البراق، ملكية حائط البراق والحرم القدسي الشريف، يعني 144 دونم، تعود حصرا للوقف الإسلامي وحده. وهذا هو تقرير عصبة الأمم. طيب إذا ما بدنا نروح، يعني لمين نشهد؟ لمين نطلب شهادته؟ عصبة الأمم هي التي درست وقررت وقالت ما فيش لكم هنا شيء، لا حائط مبكى ولا غيره، لا إلنا، وبنطلع نصلي فوق، وبدنا نبني، وبدنا كذا، لأنه الجو عايب، فلذلك تفعل ما تريد، ولا توجد مساءلة من الأمم المتحدة ومن الدول العظمى. كيف نعمل؟ أيها السيدات والسادة، تردد إسرائيل مزاعم زائفة أخرى لتغطي على عدوانها وجرائمها، فهي التي تدعي بأن حروبها ضد الفلسطينيين والعرب كانت حروبا دفاعية، إنه أنا بدافع عن نفسي، أنا ما اعتديت على حدا. كيف يكون ارتكاب المذابح وتدمير القرى وتشريد نصف سكان فلسطين في العام 48 حربا دفاعية؟ وكيف تكون حرب إسرائيل عام 56 دفاعية؟ بتروح على السويس، بتروح على قناة السويس، تصل للقاهرة، يقول لك حرب دفاعية، يعني بتدافع عن تل أبيب، مش بتدافع عن، بتصل للسويس بتقول أنا بدافع عن نفسي. واحتلال سيناء وقطاع غزة حربا دفاعية. وكيف تكون حرب 67
حربا دفاعية، وهي التي كشفت الوثائق السرية الإسرائيلية. الآن عم بيكشفوا كل شيء. الآن كل شيء معروف صار بأنه كان مخططا لها حرب 27 منذ زمن بعيد، وذلك باعتراف جنرالات الجيش الإسرائيلي. وهل الحروب الدفاعية تعني الاحتفاظ بالأراضي؟ طب حرب دفاعية بتحتفظ بالأراضي، بتدافع عن نفسك وتترك، مش بتحتفظ. التي يجري احتلالها وضمها للدولة الغازية، الآن ضموا القدس الشرقية وضموا الجولان السوري ضموا. طبعا مش قادرين السوريين يرجعوه، بس هيو محتل ومضموم في خرق صارخ لقرارات شرعية دولية كقرار مجلس الأمن، في قرارات 242 338 وغيرهما من القرارات التي لا تجيز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، وصولا إلى القرار الحديث 2334 من مجلس الأمن الصادر عن مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2016. يعني أمريكا موافقة عليه من حسن الحظ، ما بعرف كيف وافقت عليه في غفلة من الزمن، وافقوا هم الحقيقة، ما وافقوا بس استنكفوا ولا شو بسموه، امتنعوا بس يعني يعتبروا أوكي. طيب قرار صادر، وشو بقول القرار؟ والذي نص على وضع حد لنهاية المستوطنات الإسرائيلية ووقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها ذي القدس الشرقية. وهل الحرب الدفاعية تعني إنشاء مستعمرات على أرض الشعب المحتل ونقل المستعمرين إليها، والذين أصبح عددهم اليوم في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 داش عدد المستوطنين 750,000؟ وانتو بتعرفوا الاتفاقية الثالثة لجنيف شو بتقول؟ لا يحق للدولة المحتلة أن ترسل مواطنيها إلى الأرض التي احتلت أو تطرد المواطنين من الأرض المحتلة. هذا قانون في حقوق الإنسان، ومع ذلك سكتوا عنها وماشي الحال. وهل الحروب العدوانية المتكررة التي تشنها إسرائيل على أهلنا في جنين وفي نابلس وغزة وغيرها من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وآخرها الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة 33 قتيل و150 جريح، كم واحد عندهم؟ أظن 6 قتلت أو جرح، الله يساعدها، على قطاع غزة وقتل أبرياء من أطفال ونساء، حروب دفاعية. إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا وفرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، في حصار على قطاع غزة من عشرات السنين، هو السبب الحقيقي لاستمرار دوامة العنف. وإذا ما ذهب الاحتلال إلى غير رجعة، إذا ما ذهب يعني إن شاء الله، لن تكون هناك أي مبرر للعنف والحروب. وتواصل المزاعم الصهيونية والإسرائيلية ادعاءاتها الزائفة بالقول إن إسرائيل جعلت الصحراء تزدهر. فلسطين كانت صحراء وهم سووها تلمع تزدهر. جنة الله على أرضه، يعني الكذب لابد منه، بس شو يسوي؟ مو بيكذب 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 مثل جوبلز، اكذب 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 الناس بتصدق. وتواصل المزاعم الصهيونية الإسرائيلية ادعاءاتها الزائفة بالقول إن إسرائيل جعلت صحراء تزدهر، إن فلسطين لم تكن صحراء، حتى يأتي الصهاينة ويجعلوها تزهر. كانت كلها خضار وكلها بحيرات وكلها أنهار وكلها بردقان، كان ينباع البردقان في أوروبا، في كل أوروبا البردقان تبعنا. فلا بنقرأ لكم إياها.
فلسطين أيها الأصدقاء بلد متوسطي ومليء بالسهول الخصبة، وكان بها أنهار وبحيرات، فعلا بعض البحيرات جففتها إسرائيل وأنهار جففتها إسرائيل، ليش ما بعرف. وكانت تصدر منتوجاتها الزراعية إلى العديد من دول العالم قبل أن تقوم وتولد دولة إسرائيل. أما الكذبة الأكبر فهي ادعاء إسرائيل ومن يدعمها من الدول الاستعمارية بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. إن الدولة الديمقراطية الوحيدة هذه هي التي ارتكبت نكبة الشعب الفلسطيني عام 48، هي بيسموها واحة الديمقراطية، هي التي ترتكب كل الجرائم باسم إن هي واحة الديمقراطية، وتحتل الشعب الفلسطيني منذ عام 67، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل شعبا آخر. في دول تحتل شعب آخر؟ لا، ما في، إلا إسرائيل تحتلنا. ليش؟ ليش؟ لأنه ساكتين عنها. ليش؟ لأنه ساكتين عنها. فكيف يستوي الاحتلال مع الديمقراطية؟ الدولة الديمقراطية الوحيدة هذه هي التي جرى تصنيفها من قبل منظمات دولية حقوقية، مثل منظمة بيت سلم الإسرائيلية، شو صنفتها؟ وهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بأنها دولة فصل وتمييز عنصري أبارتايد. مين اللي سماها؟ بيت سلم اللي الصهيون الإسرائيلية، أول واحد قالت إسرائيل. وبالمناسبة في أمريكا هنا أكثر من 50% من شباب اليهود هون في أمريكا الآن بهذه الأيام يعتبرون إسرائيل دولة تمييز الآن. وتنظر إلى، أضاف إلى ذلك، محكمة العدل الدولية اليوم في ماهية احتلالها، احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والتي تقوم بالتمييز العنصري بين مواطنيها، هي بتقوم بالتمييز العنصري بين مواطنيها، وتصدر القوانين التي تعتبر اليهود فيها أصحاب حق حصري في تقرير المصير. يعني اليهود له حق والباقي ما له حق، وهو مواطن. وهناك الكثير الذي يدحض هذه الكذبة الكبرى. رواية زائفة أخرى، أنا زهقتكم، ما هي؟ بس كل هيك، هذا التاريخ. الآن بحكمونا بهذا بالكذب، بحكمونا بالكذب والباقي ساكت عنهم، ونحن مش قادرين نسوي شيء. لكن بدينا شوي، ها، أول شيء هو النكبة، إن شاء الله بنكمل. رواية زائفة أخرى تروجها إسرائيل ويتلقفها مناصروها دون تمحيص أو تدقيق، هي الزعم بأن الفلسطينيين هيك بيقولوا لا يضيعون فرصة لكي يضيعوا فرصة أخرى. هذا قالب زمان أبا إيبن، كذب رمها وكل الناس بتصدقها، وأنه لا يوجد هناك شريك فلسطيني للسلام. في الشريك أنتوا الفلسطينيين ما بدكم سلام، أنتوا نصابين كذابين، بدكم حرب، بدكم تقتلوا إسرائيل، بدكم ترموا إسرائيل في البحر. طيب ما معنى إذن أن يقبل الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية على حدود 22% فقط من أرض وطنه التاريخي؟ إحنا قبلين وأعلننا موافقين على أنه 22% بس بقبل دولة ويعترف بإسرائيل، معترفين بإسرائيل، ويستعد العيش إلى جانبها بأمن وسلام وحسن جوار. وماذا يعني أن يقبل الشعب الفلسطيني بقرارات شرعية دولية كلها دون استثناء، ويبدي استعداده لحل الصراع مع إسرائيل عبر المفاوضات؟ بدناش حرب يا أخي، المفاوضات السلمية على أساسها. وهذا، وماذا يعني أن يقبل الفلسطينيون بمبادرة السلام العربية الأخرى 2002؟
والتي أصبحت تتبناها مجلس الأمن، وأصبحت القرار 15-15 في مجلس الأمن، والتي تنادي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 67 مقابل السلام. وأخيرا، من الذي تنكر عن تفاهمات وتراجع عن تفاهمات العقبة اللي صارت قبل شهر، والشيخ وشرم الشيخ قبل شهر حصلت تفاهمات لقاءات بيننا وبين الإسرائيليين بحضور أمريكا والأردن ومصر، واتفقنا ومضينا مضينا، وقبل ما ينشف الحبر رفضوها، قبل ما ينشف الحبر اللي مضاها رفضها. إذن مين اللي ما بده سلام؟ ثم يقال أين هو الشريك الفلسطيني؟ لا، نحن نقول أين هو الشريك الإسرائيلي للسلام. وفي سياق الحديث عن الروايات الإسرائيلية، تقول إسرائيل إنها تحتفل هذه الأيام، انتبه والله جيدا، تحتفل هذه الأيام بالذكرى 75 لاستقلالها. حلو، كلمة حلوة يعني، نحن نحتفل باستقلالها. فقط بدي أسأل، من الذي كان يحتلها؟ مين اللي كان يحتل إسرائيل؟ واحد بيستقل، يا بيكون ملحق ببلد آخر، يا محتل من قبل بلد آخر. هي شو كانت؟ لا كانت ملحقة ولا كانت محتلة. إذا مستقلة عن شو؟ عن شو استقلت إسرائيل؟ سؤال مبرر ولا غير مبرر؟ ها؟ مبرر. طب ليش؟ بيحتفلوا بإيش؟ مجرد كذب. نحتفل بالاستقلال، استقلال عن مين؟ أنا بفهم والله احتلون الكذا الفرنسيين الأيام زمان، الإنجليز 30-40-50-60 سنة، والله خلصت. هذا ما لم يحتل من أحد، هذا الذي اسمه محتل جابه وأعطاه الاستقلال، جابه سواله الدولة. احتفل بالاستقلال. وهنا أريد التأكيد بأن أهم شرط لتحقيق السلام والأمن في منطقتنا يكمن في الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كبقية شعوب العالم، واستقلال دولته الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران. على حدود الرابع من حزيران رضينا بالبين، والبين ما رضي بينا. يوم بعطونا 44% كنا مظلومين، قرار 181 كنا أغلبية قبلنا، راحوا 44 صار 22 قبلنا. طيب وين لوين نروح؟ ولا قابلين 22% قبلنا، شو بيطلب منا؟ لوين نروح؟ لكن اللي بنقبله حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة، بلا ترامب بلا غير ترامب. حبيبي ترامب حبيبي، بس أنا حاربته 4 سنين. فلسطين عربية وحقوقها عربية إن شاء الله. نعم، بدها تبقى غصبا عنه. إيه، القدس الشرقية عربية لا محال، لا ترامب ولا غير ترامب، ولا منرد على حدا، هذه إلنا. كمان هاي نازل عنها خيرة آخر الزمان، نبدأ مواطنين، نبدأ مناضلين، ننتهي خونة. لا لا، هذه أرضنا، ولا يقبل ترامب ولا إن شاء الله ما يقبل، بس بيقبل بالأخير.
وحل قضية اللاجئين. في لاجئين بيرجعوا. أنا لاجئ، أنا لاجئ فلسطيني. أنا بدي أرجع لبلدي يا أخي. ما بقدر أعيش، والله لو أعطيتني باريس ولا نيويورك، مو نيويورك، أي نيويورك. مش هيك يا سيدنا الحكام؟ بقبلش، بدي صفد بلد بلدي. بدي إياها. والقرار، في قرار 194، وتعهد شريت، وتعهد شريت انه ما بيصير في عضو في الامم المتحده قبل ما ينفذ القرارين. وينه هذا؟ وين الشرعيه الدوليه؟ وينها؟ ليش ما بنحترم الشرعيه الدوليه؟ ليش بده القرار الصغير هون؟ هون ليش اقول وين؟ هون بتقوم لقيامه بده يطبق بكره. طب قرار بيطبق بكره والف قرار ممنوع يطبق. يا ويل الظالمين من ظلمه. نعم. طيب، واطلاق سراح جميع الاسرى. بلم الاسرى من اي مكان، يلا على السجن ومرضى ونسوان. في ولد عمره 6 سنين بصير اسير سجين؟ في عنا في السجن في اسرائيل 6 سنين اسير، مرة حامل أسير. ولك شو هال، شو هالدولة هاي؟ إيش بلاش شو هالدولة؟ كيف بنسكت على هيك دولة؟ كيف بيقبلوا الكبار اللي مؤمنين بحقوق الإنسان والديمقراطية بيقبلوا هيك شيء؟ لكنهم هم غير مؤمنين. ولا يمكن أن يتحقق السلام والأمن بغير ذلك. احنا بالمناسبة يا اخواننا مش ضد اليهود، احنا منقدرش نكون ضد اليهود، لان اليهود اهل ديانة سماوية واحنا مؤمنين. انا على الاقل بحكي عن حالي مؤمن، ومؤمن بالديانة اليهودية، لكن انا ضد من محتل الارض شو ما كان، يهودي مسيحي مسلم مسلم تحت الأرض أنا ضده. فنحن لسنا ضد اليهود ولسنا ضد اليهودية، ولكننا ضد من يحتل أرضنا ويغتصب حقوقنا أيا كان ديانته ومعتقده. السيدات والسادة، تجري اليوم في إسرائيل أحداث كثيرة تشوفوها طبعا كل يوم سبت، وترتفع أصوات خطيرة، ولكنها بعكس ما تسمعون. تبحث عن الديمقراطية والعدالة، تنكر وجود الشعب الفلسطيني كليا، تصوروا، وتنادي بارتكاب علنا، علناً الوزراء بيقولوا علناً، تنادي بارتكاب نكبة أخرى بحق الفلسطينيين وتحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية دون أن تستنكر ذلك أو تحرك ساكناً. وهناك من ينادي صراحةً بقتل الفلسطينيين، وهو بن غفير وسموتريش، وطردهم من ديارهم وهدم بيوتهم وترحيلهم منها، وهو للأسف ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية نفسها التي يقودها. مين بقودها؟ مين؟ ما بنعرف. سيد نتنياهو، سيء الذكر، ومعه من أمثاله أو أسوأ منه سموتريش وبن غفير، كلهم هيك بنادوا. معقول واحد بيقول بدنا نذبح الفلسطينيين هون هون نذبحهم؟ وقت ما صارت حوارة بن غفير قال ليش ما ذبحتوهم؟ ليش ما ذبحناهم؟
تردوا بعض اليهود المحترمين اللي بسمعهم وغيرهم من غلاة التطرف والاستيطان، إنما جرى في قرية حوارة من قتل وحرق للبيوت والممتلكات من قبل عصابات المستوطنين الإرهابيين بحماية الجيش الإسرائيلي جيش دولة الاحتلال، يثير الرعب ويعيد إلى الأذهان صورة حية لما جرى في النكبة عام 48. إن ذلك أمر في غاية الخطورة لا يمكن السكوت عليه كما يتوجب على المجتمع الدولي. إحنا هون مثل ما بقولوا أمهاتنا حفل ساننا، وإحنا نقول على المجتمع الدولي، لكن ما حد بسمع ولا يجوز السكوت عليه، كما يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحمل ويتدخل ويردع العدوان ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ممكن أفهم ليش الجمعية العامة ولا مجلس الأمن ما بيوفرنا، عم ناكل قتل كل يوم ومننذبح كل يوم ومنصيح كل يوم. يا ناس يا عالم، احمونا 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 يا مجلس الأمن. يا أخي ليش ما بتحمونا؟ مش بني آدمين؟ مش بشر؟ حتى حيوانات لازم نحميها ولا لا؟ لو كان عندك حيوان ما بتحميه؟ بتحموه ولا لا؟ بين عليكم ما بتحموا الحيوانات. وفي هذا السياق فأنا نحيي كل المواقف التي صدرت عن العديد من الدول وفاء وأحرار العالم والقوى المحبة للسلام التي دانت الجريمة الإسرائيلية في حوارة. ونحيي بشكل خاص الإسرائيليين ذوي الضمائر الحية الذين توجهوا إلى القرية وتظاهروا متضامنين مع أهلها، مع حوارة، راحوا نابلس واخذوا فلوس ودعم ومساعدات، ومحتجين على ما جرى فيها من قتل وحرق ودمار بالمقابل، وتعرضوا جراء ذلك للقمع والاعتداء من قبل المستوطنين المتطرفين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. إحنا المنيح نقول على منيح، هذا إسرائيلي يهودي وقف معي بقول عنه عظيم ورائع وديمقراطي وإنسان، واللي بيعتدي علي بقول عنه ما يلزم. لا يجوز أن يقبل أو يسكت المجتمع الدولي على الافتراءات ومزاعم إسرائيل الكاذبة، ولا يجوز أن تفلت إسرائيل من المساءلة والعقاب، ولا يجوز أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون في هذا المجتمع الدولي والنظام العالمي. أنا عارف شو النظام العالمي. ولا بد لهذه المنظمة الدولية الموقرة التي تعمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين أن تحافظ على مصداقيتها. ولذلك فإن أول خطوة يتوجب على الحكومة الإسرائيلية القيام بها هي أن تقر هي وشركاؤها بالمسؤولية عن هذه النكبة. هي المسؤولة عن النكبة، عن القتل والتشريد والتدمير، هي المسؤولة، وهي التي لا يجب أن تدفع التعويض وتعتذر عما بدر منها، هي وشركاؤها. ولازم نطالبها هي وشركاؤها بالتعويض والاعتذار عما بدر منهما في عام 48 وما بعد. بيدفعوا تعويضات مثل ما بيدفعوا تعويضات بعض الدول لبعض الناس. وما لم تقم إسرائيل ومن ساندها وكذلك المجتمع الدولي بأسره بذلك، فإن جذور الصراع ستظل قائمة، وسنبقى نطالب بحقنا أمامكم وفي كل مكان
بما في ذلك المحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية. وبدهم ما يواخذونا، حنبعت آلاف مؤلفة من أبناء شعبنا يروحوا يقدموا شكاوي في المحكمة الجنائية الدولية. أيتها السيدات والسادة، إن الحقيقة الساطعة والوحيدة التي نتعامل معها وندعو العالم أجمع أن يتعامل معها، وهي التي تمثل جذر رواية الشعب الفلسطيني، هي أننا أصحاب حق. كما كنا منذ فجر التاريخ وسنبقى هنا حتى نهاية الدنيا. من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش حرا كريما في وطن حر كريم، ومن حقي أن يدافع عن نفسي وعن وجودي وحقوقي الوطنية. واسمحوا لي أن أقول إن من حقي عليكم أن تساعدوا على تحقيق حريتي واستقلالي وعضويتي الكاملة. ليش ما أكون عضو كامل؟ طيب ليش عضو ناقص أنا أو عضو مراقب؟ والله كل المؤهلات موجودة عندنا، ليش لا؟ ولأن فلسطينيين، ولأن عدونا إسرائيل، عيب. الكاملة وتنفيذ قراراتكم ذات العلاقة، وأن يعيش في أمن وسلام أسوة ببقية شعوب العالم. ومن حقي عليكم تطبيق قرارات الشرعية الدولية الألف، في ألف قرار اللي عندكم دين، ألف قرار. وأقولكم ابدأوا بأي قرار وأنا قابل، بالنيابة عن الشعب الفلسطيني حطوهم كلهم على الطاولة ونقيت آي مدفع pick and choose. أي قرار تاخده أنا موافق عليه، بس واحد اكسر عيني وسوي لي واحد، أعطيني قرار. توفير الحماية الدولية، عم باكل قتل كل يوم ما حد بيحميني. يقف شعبنا اليوم موحدا لإحياء ذكرى النكبة. وأود أن أطمن الجميع بأننا سوف نحافظ على وحدتنا الوطنية بكل السبل ومهما كانت التحديات، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية. شوفوا قديش نحن محترمين، رغم انه الشرعية تطبقش علينا ولا حد بيطبقها ولا حد بيحترمها، احنا الوحيدين بنقول يجب الالتزام بها، يجب تطبيقها، يجب. والله احنا شوي محترمين، بس يعني مع الاسف ما حد بيقدر. وأخيرا ريحناكم، أود أن أحيي صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في فلسطين. فعلا شعب حي وقادر يصمد ويحافظ على أرضه ويعيش. وألكن وأطمنكم مش حنكرر تجربة 48 و67، هذه التجارب لن نكررها مهما كان الاعتداء ومهما كان الظلم علينا، لن نكرر. سنبقى في بلدنا، سنبقى نعاني من كل شيء، لن نغادر بلدنا. أحيي صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي المقدمة منها القدس، درة التاج وزهرة المدائن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي باركنا حوله.
على ثباتهم في أرض وطنهم، وأحيي بكل فخر واعتزاز شهداءنا وأسرانا وجرحانا البواسل، ولن نتخلى عنهم مهما بلغت القيود علينا. لن نتخلى عن الشهداء والأسرى والجرحى، بدنا نقطع من جلدنا ونطعميهم. هدول أشرف من لدينا. وأقول لهم جميعا إن ذكر النكبة ستظل حاضرة في وعينا ونبراسا وحافزا لشعبنا حتى إنهاء الاحتلال، مش طالبين شيء غير إنهاء الاحتلال بس، وتحقيق الحرية والاستقلال. وأكرر مرة أخرى بأن الاحتلال إلى زوال، وسوف ينتصر الحق الفلسطيني في النهاية، طال الوقت أم قصر، ليسود السلام في منطقتنا والعالم. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم هذه الكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس من داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحيي لأول مرة ذكرى النكبة عام 1948. أكد الرئيس الفلسطيني خلال هذه الكلمة أن الرواية الفلسطينية للنكبة بدأت تشق طريقها لوعي الشعوب، وأشار إلى أن هناك قرار أممي صدر منذ 48 ولم ينفذ منها أي قرارات. هذا أيضا إلى جانب أنه هذه الذكرى يحييها الفلسطينيون، وطبعا هذه الذكرى للنكبة هي أسفرت عن نزوح مئات الألاف من الفلسطينيين. في هذه المناسبة ينظم الفلسطينيون الكثير من المسيرات في عدد كبير من المدن حول العالم، وهذه أول مرة تحييها الأمم المتحدة الذكرى 75 للنكبة. أكد الرئيس الفلسطيني أيضا أن إسرائيل لم تلتزم بأي قرارات شرعية صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن هذه المنظمة الدولية هي من طالبت إسرائيل بضرورة تنفيذ قرارين، وهو القرار 181 وقرار آخر متعلقين باللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى بلدهم ومنذ هذه النكبة. ولم تلتزم إسرائيل بكل هذه القرارات الشرعية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من أنه تنفيذ هذه القرارات كان شرطا أصيلا لدخول إسرائيل في داخل الأمم المتحدة والحصول على عضويتها. وجه طبعا الرئيس محمود عباس الشكر لكل الشعب الفلسطيني الذي ما زال يصمد أمام الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه. طالب أيضا بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة، طالب الدول المسؤولة في داخل الأمم المتحدة على إلزام إسرائيل بضرورة احترام كل القرارات القانونية والشرعية التي صدرت عن الأمم المتحدة. وجه الشكر للأسرى وللجرحى الفلسطينيين وقال لن نتخلى أبدا عن هؤلاء الأسرى. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد صوتت على قرار مؤيد للفلسطينيين لإحياء ذكرى النكبة بأغلبية أصوات 90 صوتا مقابل 30 صوتا معارضا. امتنع عن التصويت 47 دولة عن هذا التصويت لإحياء ذكرى النكبة. هذه طبعا النكبة التي شهدت نزوح مئات الألاف من الفلسطينيين كما ذكرنا، حولت تقريبا نصف الفلسطينيين إلى لاجئين. عباس أيضا في كلمته أعلن ضرورة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وليست ضرورة ولكن يطالب كل فرد فلسطيني وكل مواطن فلسطيني بالذهاب للمحكمة وتقديم شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية. اختتم محمود عباس كلمته بأنه قال لن نتخلى عن الأسرى وعن الجرحى، هؤلاء هم أشرف وأنبل من لدينا، ذكرى النكبة ستظل حاضرة وصامدة في وعينا حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.
مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر، لو تطلعنا على مزيد من التفاصيل والمستجدات حول هذه الجلسة وهذا الخطاب الهام للرئيس الفلسطيني داخل الأمم المتحدة لأول مرة في ذكرى النكبة. يعني في البداية تحياتي لك إيمان وللسادة المشاهدين. بالفعل هذه الجلسة والتي بدأت، يعني دعيني أخذك في كواليس حول هذه الجلسة وداخل الجلسة وأيضا خارج الجلسة، حيث تشاهدين معي والسادة المشاهدين هذا التجمع من الجالية الفلسطينية والتي جاءت إحياء لذكرى النكبة في العام 1948. على أي حال، هذه الجلسة التي تحيي ذكرى النكبة إيمان بدأت حوالي الساعة 10 من صباح اليوم بتوقيت نيويورك. امتلأت القاعة عن آخرها من ممثلين لمنظمة التحرير الفلسطينية وأيضا العاملين داخل الأمم المتحدة وأيضا من خارج الأمم المتحدة من الدول العربية. امتلأت عن آخرها استماعا للكلمة القوية التي تحدث بها محمود عباس الرئيس الفلسطيني، والذي قام بتعرية النظام الإسرائيلي وأيضا الأمم المتحدة. تحدث عباس في مطلع كلمته على أن النكبة إيمان لم تبدأ فقط في العام 1948 ولكنها لم تنتهي حتى الآن على حد قوله. أيضا تحدث عن أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تطال فقط المقدسات الإسلامية ولكنها أيضا تطال المقدسات المسيحية على حد سواء. تحدث عباس أيضا خلال كلمته إيمان بأن يعني أنه ليس ضد اليهود بشكل عام، حيث أن اليهودية هو دين سماوي وهو يؤمن بهذا الدين بطبيعة الحال بأنه جاء من عند الله، ولكنه ضد المستعمر اليهودي وضد أي استعمار على أي شكل وأي نوع، إذا كان حتى استعمارا مسيحيا أو مسلما، هو ضد أي شخص يقوم باستعمار بلده على حد تعبيره. أيضا تساءل في سخرية، يعني متى كانت إسرائيل تقول أو تحتفل بذكرى استقلالها، وسأل الحضور كيف لها يعني أن تحتفل بذكرى عن أي دولة قد تم الاستقلال عنها أو أي دولة كانت تحتل إسرائيل، إذن الآن تحتفل بذكرى الاستقلال، هكذا تحدث إلى جمهور الحضور. أيضا تحدث بأن القدس عربية، وتحدث أحد الحاضرين بصوت عالي داخل القاعة وقال بأن بالفعل القدس عربية. علق عباس أيضا خارجا عن سياق كلمته بالفعل فإن القدس عربية، وإذا يعني فليذهب دونالد ترامب الرئيس السابق. نعم ياسر، يعني نلاحظ من خلال الصوت والصورة لديك أن هناك تظاهرات من أمام مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهناك ربما يعني مناشدات أو هتافات. لو تنقل لنا الصورة التي تقف أمامها الآن. نعم، هذه حوالي 15 ولاية أمريكية بها في هذا اليوم وهذا التوقيت هذه التجمعات الفلسطينية. التجمعات بدأت منذ الصباح الباكر، حتى قبل كلمة عباس كانت حوالي الساعة 8:30 تقريبا تجمع من الفلسطينيين وحتى من بعض المواطنين والجاليات العربية. ويعني الغريب في الأمر أن هناك أيضا كما تشاهدين إيمان في الصورة، هناك تجمع يهودي أيضا يحمل الأعلام الفلسطينية ويحمل لافتات باللغة العربية واللغة الإنجليزية تتحدث بأن فلسطين عربية وأن القدس أيضا عربية. هكذا هو حال الوقفة الخلفي. أيضا هناك هتافات بأن فلسطين لابد أن تتحرر، بأننا سوف نقف بجانب دولتنا فلسطين، سوف نعود يوما إلى فلسطين.
نعم. ياسر اسمح لي بتفضل بالبقاء معي قليلا، سأعود إليك مرة أخرى نناقش هذه الصورة لديك، ولكن اسمح لي أذهب أيضا للزميلة ولاء السلامين من رام الله تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء، ما الأجواء لديك بعد هذا الخطاب شديد اللهجة للرئيس الفلسطيني محمود عباس من داخل الأمم المتحدة، وبهذه أول مرة يتم إحياء ذكرى النكبة في داخل أروقة الأمم المتحدة؟ بالتأكيد هذا يوم مهم للفلسطينيين وينتظرونه، وخاصة أن هناك كلمة للرئيس محمود عباس في هذا اليوم بالتحديد، اليوم الذي شرد فيه مئات آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، شردوا يعني وقتل وهجر أهلها من عام 48 ولغاية الآن المئات من الفلسطينيين في مخيمات اللجوء سواء داخل فلسطين وخارج فلسطين، يعني يذكرون النكبة الفلسطينية بكل ما أوتيت يعني ذاكرتهم من قوة، وبحيث أن لا يمكن نسيان كيف تم تشريد الفلسطينيين من أراضيهم عام 48. ينظر الفلسطينيين إلى خطاب الرئيس محمود عباس وخاصة في الأمم المتحدة في هذا اليوم أن ذلك هو مهم لحق العودة ونيل العودة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في كافة أرجاء العالم، وخاصة كمان في فلسطين، ويعني جثوم المحتل على أراضيهم سواء 48 وعام 67، يستذكرون أيام النكبة وأيام التهجير وكيف لهم أن يعودوا إلى بيوتهم، وأيضا معهم مفتاح العودة الذي منذ عام 48 ولغاية الآن ما زال الفلسطينيون يحتفظون بهذا المفتاح، هو مفتاح عودتهم لأراضيهم ووجودهم وحياتهم وكيانهم، وهذه الأرض الذي لا يستطيع أي فلسطيني أن يذهب عنها أو أن يكون هناك غير الفلسطيني موجود في الأراضي الفلسطينية. هذا ما ينتظره الفلسطينيين، هذا ما ينتظره أيضا فعل من قبل الأمم المتحدة، ليس فقط إحياء لذكرى النكبة ولكن هم يريدون الفعل منذ 75 عاما، ينتظرون العودة إلى الأراضي الفلسطينية. ما ينتظره الفلسطينيون الفعل فقط هو عودتهم إلى أراضيهم عام 48 وعام 67 ورحيل هذا الاحتلال اللعين الغاشم الذي كل يوم يريد أن يذكر الفلسطينيين بأنه هو موجود سواء بالاحتلال، بنهب الأراضي، بسلب الأراضي، بارتقاء الشهداء، بالاقتحامات اليومية التي دائما ما نراها في أرجاء الوطن. يعني صباح هذا اليوم صفق الفلسطينيين على ارتقاء شاب من مخيم عسكر، هذا المخيم الذي جل أو أغلبية سكانهم من الناس الذين شردوا والذين لجأوا إلى أراضي الضفة الغربية عام 48 خوفا من بطش وهمجية الاحتلال والكيان الصهيوني الذي تمركز في أراضيهم وجعل منهم أن يكونوا لاجئين في أراضيهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من لجأ أيضا إلى سوريا ولبنان والأردن وغيرها من الدول العربية والدول العالم. نعم، أعود لياسر. ياسر دقيقة واحدة من فضلك، يعني ما أصداء هذه الكلمة أو هذا الإحياء أصلا للأمم المتحدة لذكرى النكبة قبل الإعلان أو قبل منذ الإعلان عن هذا الأمر؟ وكان هناك اعتراضات طبعا من الجانب الإسرائيلي ومن مصادر رسمية في إسرائيل، وكان هناك هجوم واضح من محمود عباس على كل المنظمات الدولية وعلى الولايات المتحدة، هل لديك أي ردة فعل باختصار لو سمحت؟ نعم إيمان، باختصار هو بالفعل هو يوم فلسطيني بامتياز، محمود عباس قد نجح بالفعل في إحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى. بطبيعة الحال سوف تكون ردود الأفعال تباعا من داخل الأمم المتحدة وخارج الأمم المتحدة. الأجواء هنا أجواء ساخنة، أجواء يعني جميعها حماسية في هذه القضية الأزلية. يعني سريعا إيمان، سوف تكون ردود الفعل داخل الأمم المتحدة متمثلة في أنطونيو غوتيريش الأمين العام تعليقا على هذه الكلمة، وأيضا المندوبين داخل الأمم المتحدة بطبيعة الحال سوف ننقلها تباعا على شاشات القاهرة الإخبارية إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك، وأيضا مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله ولاء السلامين، شكرا جزيلا لكما. إذن نختتم مع حضراتكم هذه المساحة من التغطية الإخبارية والتي خصصناها لهذا الخطاب للرئيس الفلسطيني محمود عباس في داخل الأمم المتحدة إحياء لذكرى النكبة 75. دائما وأبدا هنا القاهرة عاصمة الخبر.